الرحمن الرحيم، ازيكم يا اصدقائي في قناة عالم اطفال. النهاردة ان شاء الله بمناسبة دخول المدارس عايزين بقى نزين الكراسات والكشاكيل بتاعتنا. هوريكم رسومات سهلة قوي ممكن تقدروا انتوا تعملوها بكل سهولة بالنسبة للاطفال الصغيرين. هوريكم ان شاء الله النهاردة، هبدأ كده هوريكم رسمة سهلة قوي. طبعا الورقة بتاعتها بتبقى بالمنظر ده، ماشي؟ او الكشكول او الكراسة. هبدأ من على جنب كده. طبعا الرسمه بتاعتنا مش تبقى في النص، تبقى يعني ايه ماخده مساحه قليله، يعني بالطول كده والعرض 6 مقلوبه، رقم 6 مقلوبه. انا هبدا هنا ايه ارسم لكم، هوريكم رسمه سهله قوي ممكن تعملوها. بنعمل شكل الورده، هعمله لكم ازاي. بنرسم دايره زي ما انتم شايفين كده، ونعملها كده 4 ورقات زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنعمل ورقة اللي هي زي ورق الشجر ده، ده كل ده طبعا ايه هبدأ ألونه. ممكن تستخدموا ألوان خشب او الوان فول ماستر. انا هوريكم الرسمه بسرعه عشان وقت الفيديو. وانتوا بقى ايه تشتغلوا بيها بالراحه عشان تطلع شكلها اجمل. تختاروا الالوان اللي انتوا عايزينها، يعني هنا هستخدم لون الخشب في تلوين الورقه بتاعتي. الوان فابريكسل يا جماعه جميله جدا في الخشب، حلوه حلوه يعني تدي منظر. نجيب اللون الاصفر ونعمل ايه بالشكل ده. نيجي عند القلم الاخضر بتاعنا ونبدا نعمل الشكل اللي انا هعمله لكم اهو، بميله كده بالمنظر ده زي ما انتم شايفين. استنوا هتبان دلوقتي اهو، ونبدا نعمل نقط بالطريقه دي. ونبدا نرسم الورده بتاعتنا برضو تاني لغايه لما نكمل الصف بتاعنا هنا، ونبدا نرسم من تحت. انا بس وريت لكم شكل الورده بتاعتي، هوريكم التصميم اللي انا عاملاه عشان تعملوا زيه. ادي يا حبايبي التصميم اللي احنا عملناه اهو، بصوا من فوق كده شايفينه، بصوا شكله حلو ازاي. الوردة لونها موف. طبعا شكل الوردة سهل جدا تعملوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، وبتبقى وردة كبيرة هنا، ماشي؟ ده الشكل بتاعنا الاولاني اللي احنا هنعمله. بصوا يا اصدقائي هوريكم ازاي ترسموا وردة حمراء على جنب الورقة بتاعتنا. اول حاجة بتبدأوا من هنا، يا رب بس اللون يبان عندي. بصوا بنرسم زي الشكل اللي انا عاملاه ده كده، ماشي؟ متقفلوش من تحت، وتاجوا هنا من على جنب هنا، تجيبوا ورقة تانية كده والناحية التانية برضو ورقة تانية كده فوقها، وتبدأوا تعملوا كده اهو الورقة بتاعتنا بالشكل ده، ونعمل ورقة، ماشي يا اصدقائي؟ ونجيب اللون الاخضر بتاعنا ونبدا نرسم شكل الورده بتاعتنا، ونبدا ننزلها كده، نروح لفينها بالطريقه دي. هجيب برده اللون الاخضر بتاعي و ابدا احدد الشكل اللي انا عملته، وابدا اعمل خطوط في الورده بتاعتي الورقه بتاعتي، وابدا برضو انزل بالمنظر ده كده علشان ادي منظر للونين يكونوا فوق بعض. واعمل كده، هاجي هنا في الورده بتاعتي ابدا
الونها بالراحة كده. اشتغل بس بسرعة عشان خاطر الوقت. واجي برضو على جنب هنا ابدأ الون. زي ما انتوا شايفين كده بصوا، حاولوا زي ما انا بعمل كده ان انتوا متجوش عند الاطراف قوي، صباعك كده وهاتوا اللون الخشب بتاعكم ولونوها خشب علشان هتبان ان يبان الاحرف بتاعت الورق بتاعنا اللي احنا عملناه. انا مش عارفه هو باين عندكم ولا، بس انا باين عندي احرف الورقه اللي احنا عملناها بتاعه الورد. ايه رايكم؟ هرسمها لكم هنا تاني اهو. بصوا نبدا نعمل شكل كده زي المثلث اهو، ونبدا نيجي في النص ونعمل دايره ودوريه بالشكل ده. نجيب اللون الأخضر بتاعنا، نعمل الورق برضو، نعمل كده ونلف الوردة بتاعتنا. هلونها بس كده بسرعة عشان أوريكم منظر الورقة بيبقى عامل ازاي في الآخر. يا اصدقائي شكل الورق الوردة بتاعتنا، ونعمل ورقة كده ونعمل ورقة كده. ايه رأيكم في الشكل بتاعنا؟ طبعا انتوا لو مش عارفين ترسموا، اسهل حاجة بالنسبة لكم ان انتوا تجيبوا مسطرة الدوائر اهي، مسطرة الدوائر بتاعتنا هنبدأ نحطها على جنب كده اهو، ونختار اول هنختار اول 3 دوائر ونبدأ نلونهم بألوان مختلفة زي ما انتم شايفين اهو كده. هستخدم طبعا لون تاني بس انا بعلم طبعا الالوان انتوا بتحبوها كده، نظبط الدنيا اهم يا اصدقائي. طبعا ادي اشكال الدوريات بتاعتنا، ونبدا نختار دوريات تكون صغيره زي الصف ده كده. نبدا بقى ايه، نستخدم الالوان بتاعتنا اللي انتوا عايزينها اهو. انا بشتغل بس بسرعه عشان خاطر الوقت الفيديو ما يكونش طويل عليكم تستفيدوا يعني. استخدم الوان الخشب بصوا شكلها حلو ازاي. طبعا انتوا عايزين تخلوها بالمنظر ده، عايزين تفرغوها يعني تلونوها كده زي ما انا هعمل كده، تلونوها اكتر يعني لو انتوا حابين تلونوا واحده وتسيبوا واحده، تديكوا برضو شكل حلو قوي وجميل. ممكن استخدم هنا اللون ده كده الونه الاخضر. طبعا انا حسب ذوقكم في اختيار الالوان بتاعتكم. ده طبعا الشكل بتاعنا هيبقى على جنب، وبرده هنبدا برده نشتغل من تحت هنا برده حسب ترتيب الالوان اللي احنا عملناها فوق هنعملها تحت برده عشان تدينا منظر جميل.
في الورقة بتاعتنا. معلش انا بشتغل بسرعة بس. وهكذا يا اصدقائي هنبقى زينها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. انا هنا برضو عاملة شكل هوريه لكم. بصوا كده، ايه رأيكم في التزيين ده؟ طريقة سهلة جدا تقدروا تعملوها، ان انتوا ترسموا في المسطرة خط زي ما انتوا شايفينه، تبدأوا تعملوا زي النص دايرة، ما بين كل دايرة ودايرة نص دايرة، وهكذا زي ما انتوا شايفين، ونلونه تبقى شكله حلو. نرسم هنا بلالين اهو من تحت برضو، فعشان تبقى شكل برده الورقة بتاعتنا شكلها حلو كده اهو. بس عشان بس الكاميرا يجيب لكم المنظر، انا هوريكم الاشكال اللي احنا عملناها علشان تختاروا منها شكل انتم تقدروا تعملوه بكل سهولة، عشان طبعا انا مش هقدر اعمل لكم كل الرسومات في الفيديو، بس انا بوريكم طريقة الرسمة بتبقى عاملة ازاي. ممكن ترسموا من فوق، ممكن ترسموا من على جنب زي الشكل ده، ممكن ترسموا فراشة. بصوا الشكل بتاعنا حلو ازاي، فراشة فوق اهو، فراشة طبعا زي ما علمتكم الورقة الخضراء. ممكن بقى الاطفال بقى في الكيجيهات نرسم لهم رسمة حلوة زي دي كده، بيوت وعربيات. بجد الحاجات دي بتنفع الاطفال جدا، بتخليهم ايه حابين الدراسة اكتر. الشمس الحلوة بتاعتنا او رسمة زي كده، بلالين طبعا الاطفال الصغيرين بيحبوا البلالين برضو، هيحبوها قوي الشكل ده، شكل زي كده بس زي الناس الكبيرة شوية مش الاطفال قوي يعني. فازة وطالع منها الورق والورد بتاعها، واحنا طبعا بنكتب هنا، او شكل زي كده بسيط وسهل جدا ممكن تقدروا تعملوه بكل سهولة. هاي اصدقائي ايه رأيكم في الفيديو بتاعنا النهاردة؟ ايه رأيكم في اشكال تزيين الورق كشاكيل بتاعتنا اللي احنا عملناها؟ ايه رأيكم فيها؟ يا رب الفيديو النهاردة يكون فاتكم وتقدروا تجربوا الرسومات اللي احنا عملناها دي، تنفعكم جدا في الدراسة بالنسبة للاطفال، حلو قوي شكل زي كده. لو الفيديو النهاردة عجبكم ياريت تعملولنا لايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.